من أطاع غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهو مشرك. أدل على أن صرف الطاعة لله عز وجل هو التوحيد، أن من أطاع الله عز وجل في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم دون أن يصرف شيئا من ذلك إلى غيره فهو التوحيد. ولذا قال عز وجل مبينا أن طاعة غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مبينا أنه شرك، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذ كانوا يقولون بوسوسة الشيطان، يقول شياطين الإنس للمسلمين أتأكلون ما تقتلونه بأيديكم ولا تأكلون ما قتله الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، يعني في تحليل الميتة التي هي محرمة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.